بالنسبه للوافدين اللي جم من المحافظه ومن غير محافظات سوريا، قام يصير معهم عقل سير بشكل مباشر، لانه ما عندهم اثبات اساسي. ما يقدروا يروحون مثل تا يعملون اثباتاتهم الاساسيه. قام يقطعوا لهم الكومين، يقطعوا لهم شهاده تعريف بس مشان انهم ساكنين بهالمنطقه. روح على الحسكه يكشمرهم وياي، يعني روح على الرقه بدهم كفاله. ولذلك وضعهم تعيس جدا، لانه لا معينه يطلع لهم مثل المواطنين الاساسيين، ولا قام واجره البيوت غاليه عندهم. قاموا يحاسبون بالعمله الصعبه يعني.